اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده ببرنامج بهارات ومكسرات. حلقتنا اليوم مميزه جدا، هي السمك بالزنجبيل. طبعا معروف السمك يعني غني عن التعريف بالفوسفور والبروتين اللي موجود فيه، طبعا غني جدا وصحي جدا مع السلطه الناعمه. طبعا السمك بالزنجبيل عباره عن سمك مخلي تماما مع الزنجبيل والفطر والجزر، طبعا فلفل الوان، ومعنا الكريم الطبخ، وعنا السلطه الناعمه العباره عن خيار والطماطم والملفوف وبقدونس والنعناع، طبعا الثوم مع السمك. راح نبتدي نجهز السمك، بنقطعه شرايح، بنعطيه التوابل. طبعا التوابل بياخذ فلفل ابيض وملح فقط لا غير. طبعا بنقطعه شرحات بهذا الشكل عشان يكون سهل للاكل، ما تكون قطعه كبيره كثير بهذا الشكل قطعناه. وطبعا لازم نشويه على الجريل، بنحط الجريل بنسخنه شوي طبعا، وبنحط زيت على الجريل عشان ما يلزق السمك ويخرب شكله بهذا الشكل. هلا بنضيف الفلفل الابيض على السمك والملح، بهذا الشكل، ونبتدي نجهز صوص الزنجبيل. طبعا صوص الزنجبيل جدا مفيد ومعروف فوائد الزنجبيل. طبعا اول شيء بنحط الزيت، كمان بنستنى طنجرة تسخن شوي عشان نبتدي نحضره. طبعا ناخذ حبتين ثوم بنقطعهم عشان يكون الصوص فيه طعم الثوم شوي، طبعا بس دائما بيغلب طعم الزنجبيل على كل النكهات لانه هو صوص الزنجبيل. نحطهم بهي الطريقة. هلا بنعفس الثوم شوي عشان يكون مستوى واحد. بهذا الشكل. طبعا معروف السمك فايدته، معروف الصوص السمك كمان فايدته، هي الزنجبيل والثوم لهم فوائد كثيرة، وهي أكلة صحية جدا جدا صحية. مثل ما أنا شايفين هيك نشويهم بهي الطريقة، مثل ما أنا ملاحظين قطعة السمك منها كبيرة كثير عشان تستوي ويكون سهل الأكل. هلأ منضيف الثوم، بنعطيه شوية لون بسيطة، بعدين بنحط الأشياء الثانية اللي ذكرناها، بنحركه شوي عشان يتحمر. طبعا تحمير ما بناخد لون زيادة عشان لأنه صوص الزنجبيل لونه مايل للبياض شوي، بنحمره شيء بسيط. أول ما ياخد اللون بنضيف عليه الزنجبيل عشان يتحمص معه. طبعا مثل ما انا شايفين الزنجبيل قطعه كبيره شوي، طبعا مع الصوص ومع اللي بتروح اللذعة الحدوديه اللي فيه بتخف شوي. بنحمص شوي الزنجبيل، طبعا لما يبلش يدبل بنحط الاضافات الثانية.
والسلطة الناعمة كمان رح نبتدي نحضرها. طبعاً السلطة الناعمة معروفة بأكثر البيوت، طبعاً مو قطعة كبيرة اللي بتتاكل بالشوك، هي بتتاكل بمعلقة قطعة صغيرة وسلسة جداً مع السمك. طبعاً السمك بياخد وقت شوي عشان يستوي، بياخد تقريباً من 10 إلى 12 دقيقة على الجريل، طبعاً ما تكون حرارته عالية كتير. مثل ما أنا شايفين السمك كون بقلبه شوية مي على النار بتطلع منه عشان ناخد استواء واللون مع بعض. مثل ما أنا شايفين بياخد هذا الشكل. طبعاً في ناس بتحب تحط السمك بالفرن تحمره، كمان بيطلع جيد، وإذا في موجود جريل في البيت كمان جيد جداً كمان. طبعاً نتركه هلأ شوي هيك لين يستوي بالكامل. مثل ما أنا شايفينه بهاي الطريقة. ونشوف الصوص. الزنجبيل بلش يدبل مثل ما أنا شايفينه. وهلأ بنعطيه المشروم. ونحط عليه الجزر. ونحط له شوية مي عشان يستوي الجزر شوي. طبعا مثل ما شفنا احنا تقطيع الجزر ما مقطعينه بشكل سميك كتير عشان ما يطلع ني بالاكل، لازم يكون مستوي. بنعمل ورقيق شوي ونعطيه شوية مي، بنتركه يغلي عشان يستوي. بنحطه بهي الطريقة وبنغطيه شوي عشان يستوي الجزر. وهلا عندنا السمك مثل ما انا شايفين قرب ياخذ لون الجنب الثاني. طبعا طبعا الفلفل بنحط بالاخر عشان الفلفل بيستوي اسرع شيء. وهي كريم الطبخ، دائما لما نقول الكريم في الطبخ هو كريم الطبخ وليس كريم الحلويات. دائما مثل ما قلنا بالحلقات السابقه وبنرجع بنكررها مره ثانيه، دائما في الاماكن في السوبر ماركات موجود نوعين من الكريم، في كريم الطبخ وكريم الحلويات. نحن للطبخ دائما بنختار كريم الطبخ. ابتدت تغلي. هلا الجزر تقريبا بياخذ لمده 10 دقائق والسمك تقريبا بياخذ نفس التوقيت. بنطلع فاصل وبنرجع بيكون استوى ان شاء الله، وبنكمل مع بعض وبنحضر السلطه مع بعض. كونوا معنا وانتظرونا فاصل وبنرجع لكم. متابعينا ورجعنا لكم مع السمك بالزنجبيل مع السلطه الناعمه. السمك تقريبا جاهز للسكب. مثل ما انا شايفين بلش يتحمر بهي الطريقه، نقلبه شوي. وراح نرجع نضيف الكريم للصوص. هلا السمك هيك صار جاهز معانا. والجزر صار جاهز. هلا بنضيف عليه كريم الطبخ. ونخليه يغلي شوي مع الفلفل الالوان. طبعا اذا ما في موجود فلفل الوان نوع واحد من الفلفل يكفي. طبعا بس دائما نحن عندنا مقوله بالبرنامج دائما بنقولها، العين هي اللي بتاكل. بنحب نشكل الوان في الاكل عشان العين تاكل قبل التم. بنضيف الفلفل. بننتظرها عشان تغلي وتتجانس كلها مع بعض. وهلا راح نسكب السمك بالطبق اللي راح نسكب فيه.
نسكبه بشكل مرتب ومنخلي فجوة صغيرة، منخلي فجوة بسيطة عشان الصوص والخضار تكون بالنص مثل ما احنا شايفين حبايبنا. طبعا هيك مثل ما احنا شايفين حطينا السمك على الجنب وخلينا فضوة صغيرة عشان تجي الخضار بالنص والكريم او الصوص بشكل عام يغرق السمك بالكامل. وهلا راح نبتدي نجهز السلطة الناعمة. مثل ما قلنا المكونات الخيار، طماطم، الملفوف، البقدونس والنعناع. طبعا كله مفروم قطعه ناعمة عشان يكون نفس المقاس ونفس التقطيع بهذا الشكل. طبعا السلطة دائما معروفة بالليمون وزيت الزيتون. ليمون، عصير الليمون بنضيف عليها، والملح وزيت الزيتون. نحط عليها زيت الزيتون نشربها لأنه السلطة الناعمة تحديدا بجيب طعمها زيت الزيتون. نستفقد الصوص زي شايفين ابتدى يغلي، هلا يمسك شوي ويكون جاهز للسكب. بنخلط السلطة طبعا السلطة إذا ما موجود الملفوف فينكم تستخدموا الخس. هلا راح نسكب السلطة بالصحن هاد. دائما بنحب السلطة نسكبها بشكل جبل او بشكل هرم عشان في الصحن بقلب الصحن تملي العين لانه الديكور بيكون على الجنب. راح نبتدي ندوكرها. طبعا الديكور لازم يكون من المكونات تقريبا. طبعا عندنا الديكور هو الأساس لأنه أساسنا هون بالبرنامج هي مقولتنا الشهيرة العين بتاكل قبل التم. وطبعا مثل ما انتم شايفين الديكور اخذ وقت واخذ شغل وله طريقة معينة بالتقطيع وبالحركة. طبعا بالحلقات القادمة ان شاء الله راح نعلمكم وحده وحده وتتعلموهم تصيروا تطبقوهم بالبيوت. طبعا كل نوع له طريقه معينه وفي انواع سكاكين معينه بنستخدمها للديكور كمان راح نعرفكم عليها ان شاء الله. مثل ما احنا شايفين بهي الطريقه وبنرجع بنعطيها شويه زيت زيتون على الوش علشان تلمع ويعطي الطعم الحلو. طبعا حطينا زيت بفوق ما منكتر زيت. مثل ما احنا شايفين الصوص صار جاهز. طبعا صوص الزنجبيل ما بياخذ وقت طويل.
نبتدي نسكبهم مثل ما قلنا، الخضار بنجمعها بالنص بهذا الشكل. طبعا تلقائيا الصوص بيشرب السمك بالكامل. ورح نبتدي كمان نحط الديكور للسمك. مثل ما انا شايفين هلا صاروا جاهزين للاكل. طبعا بنحاول نحطها مع بعض ونعطيها الفجل مع حبة البصل اللي بتجي بشكل الوردي. وهلا هيك صار اكلتنا جاهزة. صارت حلقتنا جاهزة لليوم واكلتنا جاهزة بهذا الشكل. متابعينا وغوالينا انتهت حلقتنا لليوم، وانتظرونا بحلقات جديدة في برنامج بهارات ومكسرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.